السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله هنبدا نعمل التجربه لاب 1 اللي هي الدي سي اناليسيز للبي جي تي على الكيدنس اوركاد. وقلنا فايده الدي سي اناليسيز بتاعه البي جي تي ان انا بحدد الكيو بوينت بتاعتي عن طريق ان اني اختار قيمه معينه للفي سي سي، احدد الكيو بوينت بتاعه ترانزستور. طيب واللي بيحصل لما احدد الكيو بوينت كده معنى كده ان هحدد المنطقه اللي هيشتغل فيها ترانزستور، يعني هختار قيمة معينة للفي سي سي وبكده مثلا يشتغل في الاكتف ريجون او يشتغل في الساتوريشن، يشتغل في الاكتف اشغله كامبليفاير او في الساتوريشن اشغله كسويتش. هنبدا نعمل نيو بروجكت اسميه مثلا وليكن لاب دي سي اناليسز. بعد كده لازم احط العلامه بتاعت enable بي سبايس سيميوليشن. اوكي هيظهر لي كرييت بيست اون، لان هقول له انا عايز كرييت بلانك بروجكت. بلانك يعني الصفحه اللي عندي تبقى فاضيه ما فيهاش اي حاجه. اوكي هنا هبدا احط الكومبوننت بتاعتي. علشان احط الكومبوننت هنا في السوفت وير ده او في الاوركاد بيجي على العلامه دي بليس بارت، اضغط عليها. انا دلوقتي عايز اجيب البي جي تي اللي هو اللي احنا اشتغلنا عليه في المعمل 2 ان 4 اتنينات على ايه بالشكل ده كده. في عندي كذا واحد 2 ان 4 اتنينات، لازم العلامه دي تظهر لي قصاد الترانزستور اللي انا هختاره اللي هو البي سبايس. معنى كده ان ده له موديل ان هو يتعمل له سيميوليشن، اما اللي فوق لو اخترته ملوش موديل ان هو يتعمل له سيميوليشن. فانا هاجي على ده دبل كليك عليه. طيب انا دلوقتي عايز مقاومتين ملهاش برضه سيميوليشن، فانا هحاول اجيبها. دايما اللايبراري ده اللايبراريز اللي موجود فيها كل الكومبوننت، فاللايبراري اللي موجوده فيها المقاومه اسمها انالوج. موجودة في انالوج دبل كليك. بعد كده عايز دي سي، هضغط على هنا واكتب سورس اوبن. الدي سي فولتج اللي موجود عندي موجود في لايبراري اسمها سورس، هكتب في دي سي على عندي هنا دبل كليك. كده لسه لي الجراوند، اجيب الجراوند من هنا العلامه الخضراء دي بليس جراوند، اختار اول واحد. اوكي دلوقتي هبدا اوصل الكومبوننت بتاعتي، اجي هنا العلامه دي بليس واير، اضغط عليها. دلوقتي كده وصلت، بحدد قيم المقاومات، اجي على 1 كيلو دبل كليك عليها واكتب 100 كيلو، وده ال 1 كيلو.
طيب دلوقتي عايز اعمل ارسم الانبوت وارسم الاوتبوت. هنبدا دلوقتي اللي احنا نرسم الانبوت. قلنا كنا بنثبت الجهد بتاع الفي سي سي اللي هو في 2 ده واغير الفي 1 او اغير الفي 1 عشان اغير الفي بي بتاعه. اجي على ده اثبته عند 5 فولت في دي سي اوكي. دلوقتي هغير ده. هل في السيميوليشن هنعمل زي ما احنا عملنا في المعمل وابدا اغير كل قيمه عندي؟ لا، انا باجي هنا بعمل حاجه اسمها سيميوليشن بروفايل. اجي على العلامه الخضراء دي نيو سيميوليشن بروفايل، اسميه مثلا لاب دي سي كرييت. هيجي يقول لي اقول له اختار اول واحده بي سبايس اي سلاش دي. طيب دي انواع الاناليسز اللي عندي. في عندي حاجه اسمها تايم دومين او ترانزيت اناليسز، في عندي دي سي سويب، في عندي اي سي سويب، في عندي بايس بوينت. بالنسبه للتايم دومين اناليسز يعني انا عايز ارسم الجهد او التيار بتاعي بالنسبه للزمن. عايز ارسم التيار او الجهد بتاعي بالنسبه للزمن. انما انا دلوقتي عايز ارسم ايه؟ الاي بيز مع الفي بي اي. الفي بي اي متغيره. طب ايه اللي يغير لي قيمه الفي بي اي؟ الفي واحد دي اغيرها ازاي؟ هختار حاجه اسمها دي سي سويب. الاي سي سويب والدي سي سويب، الاي سي لو انا شغال على اي سي سيجنال، الدي سي لو انا شغال على دي سي سيجنال، فهقول له دي سي سويب. طيب الدي سي سويب اللي عندي يعني ايه دي سي سويب؟ سويبنج يعني هياخد اكتر من قيمه للفي واحد. فانا هقول له هنا انا هختار هشتغل على دي سي سويب برايمري سويب. بيقول لي اسم السويب فاريبل يعني المتغير اللي انت هتغير القيمه بتاعته. انا هديله الاسم بتاعه اللي هو هنا في 1، ولازم احدد في كابيتال 1. طيب بعد كده انت السويب تايب نوع السويبنج اللي انت هتعمله يعني ستارت فاليو القيمه اللي انت هتبدا بيها، الاند فاليو، الانكريمنت. هقول له انا هبدا ب 0، الاند فاليو 2، والانكريمنت هقول له 1 من 10، يعني انت هتزود 1 من 10. كده انا قلت له ان الفي 1 ده هيبدا يتغير. اقول له ابلاي. اوكي. انا دلوقتي عملت السيميوليشن بروفايل. طيب عايز ارن البرنامج، اجي عند بي سبايس. بقول له رن. يظهر لي. طيب انا عايز ارسم ايه؟ انا عايز ارسم الاي بيس بتاعتي. حاجه اقول له بلوت او تريس، اد تريس. عايز ارسم الاي بيس، ادي اي كيو 1 اوف البي يعني التيار بتاع كيو 1 بتاع البيز. اقول له اوكي، هيبدا يرسمه لي بالشكل ده كده. طيب ده دلوقتي مع الفي بي بي. طب انا عايز اخلي الرسمه دي مع الفي بي اي. الفي بي اي اللي هو فرق الجهد ما بين البيز والاميتر، يعني هاجي هنا على بلوت واقول له اكسس سيتنج، الاكس اكسس عايز اغيره، اقول له اكسس فاريبل. هيقول لي تختار ايه؟ انا دلوقتي هختار في كيو 1 بتاع البيز، في كيو 1 بتاع البيز بتاعته. اقول له اوكي، هلاقي رسمه بالشكل ده. ده كده هلاحظ ان هنا عند 45% تقريبا بيبدا الترانزستور بتاعي يكوندكت كارنت يعني قليل جدا، لحد ما يوصل عند 5 من 10 فولت بيبدا يوصل التيار بتاعي. كده انا رسمت الاي في كاركترستكس بتاعه ترانزستور ما بين الفي بي اي بتاعتي والاي بيز اللي موجود عندي. ده كده اول جزء. طبعا عشان ترسم الرسمه دي في المعمل فانت بتاخد قرايات كتير، هنا السوفت وير بيمكنك ان انت تعمل القرايات دي كلها مره واحده. طيب نيجي دلوقتي عايزين نعمل
الاوتبوت، الحاجه الخاصه بالاوتبوت. نيجي نغير دي، نسيب دي، نخلي دي بالصفر. هنثبت الفي بي بي، دبل كليك عليها، نخليها 2 فولت. اوكي. طيب انا دلوقتي عايز اغير، اخلي ده هو اللي متغير عندي، اخلي الفي 2 هو اللي متغير. اجي العلامه الصفراء دي بيقول لي ايديت سيميوليشن بروفايل، اضغط عليها ديس سويب برايمري سويب، اقول له لا ده اللي هتعمله، هتغيره، هتغير في 2. طيب هتستارت من الصفر وهتنتهي عند ال 20 فولت. لو نصغرها كده مثلا 1/10 في اي حاجه ممكن نغيرها تاني. اوكي. حاجه اقول له رن علشان اضيف الحاجه اللي هيعملها لي سيميوليشن، اقول له اد تريس. تريس انا عايز ارسم الاي سي، اد الاي سي. اوكي. لقيت عندي بالشكل ده كده. طيب انا عايز ارسم المحور الاكس، اخليه الفي سي اي او الفي سي، اقول بلوت اكسس سيتنج اكسس فاريبل، واجي هنا الفي كيو 1 اوف سي. ده طبعا لان الاميتر هو جراوند. لو الاميتر مش جراوند فانا بعمل حاجه اسمها معادله، هنعرفكم ازاي بنعملها بعد كده. ادي اوكي. اوكي. هلاقيها بالشكل ده كده. ده كده شكل الاوتبوت كاركترستيك بتاعتي. فده اهميه السوفت وير اللي عندي، ان هو بيمكنني بدل ما افضل اخد قرايات، لا انا بعملها مره واحده بالشكل ده كده. دي كده منطقه الاكتف بتاعتي. لو لاحظتوا ان الاي سي مش ثابت عندي، لا في شويه ميل، سنه ميل عندي في الاي سي. ده كده منطقه الساتوريشن بتاعتي اللي هي منطقه اللينير، ودي منطقه ال دي المنطقه بتاعت منطقه الاكتف اللي انا بستخدمه او بشغله كانه امبليفاير. شكرا لحضراتكم، نتقابل الفيديو الجاي باذن الله.